معزوفات موسيقية، لكنها ليست موجهة للبشر بل للقطط. ديفيد تاي عازف موسيقي، استخدم 26 آلة موسيقية ليصنع من إيقاعاتها ألبوماً موسيقياً فريداً من نوعه. رغم أن تاي يعاني من الحساسية ضد القطط، لكنه أقدم على هذا العمل لإسعاد الهررة، مستعيناً بمزج مجموعة من الأصوات الأليفة بالنسبة للحيوانات مع دمج أصوات الموائي والأنغام الموسيقية الكلاسيكية. الألبوم الذي لاقى استحسان القطط بحسب ملاكها تم إطلاقه عام 2016، يتضمن 5 معزوفات ويحمل اسم Music for Cats. أنغامه شبيهة بالموسيقى التي يلجأ إليها البشر لتهدئة أعصابهم. تاي لديه مشروعات موسيقية لحيوانات أخرى، فألف موسيقى للخيول، وينوي أيضاً تخصيص ألبوم موسيقي للكلاب، لكنه يواجه بعض المصاعب لأن كل نوع من الكلاب لديه ذائقة موسيقية خاصة به بحسب ما يعتقد.